قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قاسية قلوبهم من، قيل إن من هنا بمعنى عن، أي قست قلوبهم عن فلم تذكر الله لإعراضها وغفلتها. وقيل من هنا للسببية، أي بسبب ذكر الله تعالى والغفلة عنه، فلما غفلوا عن ذكر الله تعالى. والمعنيان يعني متقاربان، لكن في قول من قال من بمعنى عن، ومن قال من هنا للسببية وهي على بابها. فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وهذا القسم الأول الذي ذكره الله تعالى من أقسام القلوب في هذه الآية أو في هاتين الآيتين. القسم